مستعمل الألفاظ يعني يوجد إما مركب وإما مورد، فأول ما دل جسمه على جسم ما معناه بعكس ما تلا، وهو على بك أخف على علاء باش يظهر السجع. فأول ما دل جسمه على جسم معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراكنا الكلي كأسد وعكسه الجزئي. طيب أقول اللفظ إما أن يكون مهملا كديز أو مستعملا كزيد، ولا عبرة بالمهمل، ولذلك أهمله المصنف ثم المستعمل. طيب ثم المستعمل. اللفظ يعني قبل أن يتطرق إلى تقسيمه إلى مفرد ومركب، ذكر نوعا من اللفظ لا التفات إليه، لكنه قسم موجود اللي هو ماذا يسمونه ماذا المهمل. المهمل هو الذي هو لفظ يعني لا معنى له، وبعضهم يعني يأتي باللفظ المهمل فقط من باب السجع فقط. شاعر هرب عليه كنت ذكره عندنا في الدرجة موجودة مشكلة، فما امرأة عملة قضية في نفقة ولا قضية طلاق مع رجلها، والقاضي قال لها تفضل اش بيك شنو مشكلتك؟ قالت له السيد رئيس جيعانة وعريانة وقريانة. قال لها جيعانة مقابلة مفهومة. قال لها انا وجهك مش يترشخ من الدم وانا مكش جيعانة وعريانة. قال لها مقابلة عنك لابسة تمشيك مسطورة ومرك. قال لها قريانة شنو هي اللي ممكن هذه اللي تسلكها لك؟ وانا قالت له توليم حديث. توليم حديث أنا أتابع المسجد. أيوة هذا اللفظ المهم اللي نحكي عليه حكم عدم سماع الدعوة. فساعات تأتي بعض الكلمات لتوليم الحديث كما قال سي مجدي. الخلاصة أن المهمل هو اللفظ الذي لم يوضع لمعنى معين، وإن كان بعضهم استعمل لفظ ديز هنا ذكر شفناه سابقا في باب الدلالة. ديز يعني إشارة إلى وجود المتلفظ وراء الجدار أو من وراء يعني حجاب، لكن هذا اللفظ لفظ ديز باعتبار ذاته هو لفظ ماذا مهمل، فأهمله المصنف هنا لم يذكره. يعني حسب الظاهر هو يعني ينطبق عليه تعريف المفرد، لكن لا ينطبق. المفرد يعني له تعريفات، تعريفه البسيط رأيناه في علم النحو هو لفظ واحد يدل على معنى واحد، لكن هذا التعريف يعني غير دقيق، سوف يذكر تعريف آخر. ويرى أن هناك تقريبا 3 أو 4 أقسام للمفرد. لفظ ديز هو لفظ واحد أي نعم، لكن هل يدل على معنى واحد؟ لا يدل لا على معنى واحد ولا على معان كثيرة، فهو مهمل. ثم المستعمل. نعم ثم المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالأول ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد، والثاني ما دل جزءه على جزء معناه كزيد قائم. كزيد قائم. قال ما دل جزءه على جزء معناه. بعضهم يقول المفرد هو لفظ واحد يدل على معنى واحد، بهذا الاعتبار المركب الإضافي أو إن شاء الله نقول مثلا قولنا غلام زيد ولا عبد الله، هل هو مفرد أم مركب؟ مركب. حسب الظاهر مركب، ونسميه في علم النحو المركب غير المفيد، لكن في علم المنطق لا. قال لك ليس هذا تعريف المفرد. قال المفرد هو ماذا؟ هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني يشمل أمورا أخرى. هم شي جينا بال أي؟ والكلام على المركب بقسميه أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا يأتي في المعرفات والقضايا. في المعرفات نعم. والقضايا والأقيسة. طيب باختصار لما نقول ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فيدخل في المفرد أولا ما لا جزء له،
يدخل فيه ماذا؟ ما لا جزء له. مثل الحروف المقطعة، وإن كانت يعني لا تنطبق عليه يعني التعريف، ولكن البعض يعني ليسترسل في هذا التعريف يعني يدرجه، يدخل فيها ما لا جزء له. إذا لم يكن له جزء فمن باب أولى أنه ليس هناك جزء لفظ سيدل على جزء ماذا؟ المعنى. يدخل فيها كذلك الذي له جزء، ولكن هذا الجزء ليس له معنى، لا يدل على معنى. مثل مثلا لفظ زيد، فلفظ زيد له أجزاء، الزاي والياء والدال، لكن هل الزاء تدل على جزء من مسمى زيد، والياء تدل على جزء آخر، والدال لا. شفتوا؟ فالزاي وحدها إذا نظرنا إليها ينطبق عليها التعريف، لا يدل جزءها على جزء معناه، ليس فيها جزء أصل. زيد كذلك هذا اللفظ لا يدل جزءه على جزء معناه، علاش؟ له جزء لكن هذا الجزء لا يدل على معنى أصلا. واضح ولا؟ نتكلم على الزاء اللي هي جزء زيد، جزء لفظ زيد، ما نتكلمش على الزاي اللي هو حرف. كلمة الزاي أو زاي فهذا لفظ له يدل على معنى. واضح ولا؟ به. ثم يلي ذلك ماذا؟ اللفظ الذي له جزء، والجزء له معنى، غير أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. مثلا إذا قلت مثلا عبد الله، فهذا اللفظ له جزء أم لا؟ أو فيه جزءان، عبد والله، ده. وكل جزء منهما له معنى وإلا لا يدل. لكن إذا سمينا شخصا عبد الله أو نادينا فلانا يا عبد الله، فهل جزء اللفظ يدل على جزء المعنى؟ يعني حقيقة مسمى عبد الله اللي هو شخص في جزئيه عن جانب الحيوان وجانب ماذا؟ النطق، هذا هو كنه الإنسان وحقيقته. فكلمة عبد لا تدل على جزء المعنى في هذا المسمى، مفهوم ولا؟ فمن بهذا الاعتبار عبد الله هنا ماذا؟ هي كذلك مفرد. علاش؟ لأنه لا يدل جزء لفظها على جزء ماذا؟ معناها. فما مثال ربما وحيد ينطبق عليه هذا التعريف، لأن بعضهم يضيف قيدا، قال لو أن أحدهم ولد له مولود ذكرا كان أو أنثى وسماه حيوان ناطق من محبته في المنطق، جيل ولده ولا بنيته إيش سماه؟ حيوان ناطق. باهي. فلفظ حيوان ناطق له جزء أم لا؟ وهذا الجزء له معنى ولا؟ وجزء اللفظ يدل على جزء المعنى ولا؟ فبهذا الاعتبار يصير إذا كان هناك شخص واسمه حيوان ناطق فهذا مركب، هذا إيش نوع؟ مركب. لكن كيف السبيل للخروج من هذا المأزق؟ لأن المناطق لا يعتبرونه كذلك يعني مركبا، هذا وإن سمي أحدهم بالحيوان الناطق يعتبرونه مفردا. غيرهم يضيف قيدا، وهذا التعريف اللي تذكر في شرح الكافية، يقول لا ليس هذا هو تعريف المفرد. ما هو تعريفه؟ قال هو ما لا يراد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه. ما لا يراد، يعني هنا قال المفرد هو عفوا المركب، ما دل جزءه على جزء معناه. هو يقول لك لا، المركب هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه. ما هو تعريف المفرد؟ هو ما لا يراد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه. وهنا وإن كان هناك شخص يعني قد سمى يعني مولوده الحيوان الناطق فجزء اللفظ يدل على جزء المعنى، لكنه لما وضع هذا الاسم لهذا المسمى هذا الأمر لم يكن مرادا له، وإنما أريد أن يوضع له اسم يعني يدعى به بين الناس. يعني إذا ناداه أحدهم يا حيوان ناطقا،
فهو لا يريد أن كلمة حيوان تدل على جزء من الحقيقة، وكلمة ناطق اللي هي مفكر تدل على الجزء الثاني. قضية فلسفية شوية هي. فبإضافة هذا القيد يعني يصير كل ما كان من هذا القبيل كذلك خارج عن التعريف. باختصار ملا عنا المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى. به يدخل فيها زيد ويدخل فيها كذلك عبد الله. به والمركب ما يدل جزءه على جزء ما يدل جزء لفظه على جزء معنى. إذا قلت زيد قائم فهذه هذا اللفظ له دلالة، ولا لما تسمع كلمة زيد قائم فتفهم، تأتي في أذهاننا صورة شخص اسمه زيد، ويأتي في أذهاننا معنى القيام الذي اقترن أو نسب إلى هذا الشخص الذي اسمه زيد، وتحققت هذه النسبة بالإثبات. فجزء اللفظ يدل على جزء المعنى، ولا هذا اسمه ماذا؟ مركب. إذا فقد أحد هذه الأمور فهو ماذا؟ مفرد. يعني إذا لم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى فهو ماذا؟ مفرد. إذا دل جزء اللفظ على جزء المعنى فهو مركب. زيد قائم، جزء اللفظ زيد، أي الجزء الأول زيد والجزء الثاني قائم. يعني كقلت زيد قائم، ألا تأتي في ذهنك صورة شخص اسمه زيد وهو مقترن بفعل القيام ولا متلبس بفعل القيام ولا؟ فملا كلمة زيد أو لفظ زيد دل على هذا الشخص، وكلمة قائم دلت على الحكم الذي يعني نسب إلى زيد أو إلى الهيئة التي يعني التبس بها. فجزء اللفظ دل على ماذا؟ على جزء المعنى. إذا قلت زيد فقط فجزء اللفظ لم يدل على جزء المعنى. إذا قلت عبد الله فجزء اللفظ لم يدل على جزء المعنى. وهلما جرى هذا هو التعليم. فقال في البيت، قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. اللفظ إما نتكلم على اللفظ الذي ليس بمهمل، يعني الذي له معنى، الذي وضع لي معنى كما قال ابن الحاجب وابن أجروم. ابن الحاجب قال الكلمة لفظ وضع لي معنى مفرد، وابن أجروم قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نتكلم على اللفظ المفيد الذي يدل على معنى، لا نتكلم عن المهمل. قال فأول يعني أول هذين، وطبعا هنا بدأ بالمركب لأنه ذكر المركب أولا، قال إما مركب وإما فأول أي المركب ما دل. طبعا الماء هنا هي بمعنى ماذا؟ أي اسم موصول، يعني وهذه ما تفعل الأفاعيل الكثيرة، يعني بعضهم لا يميز أي ماء ذكرت فيلتبس عليه المعنى. اللي مشقلنا نفس الصبح الذين اتخذوا دينهم ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله، قال إن قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كيف ترى؟ هل كانوا يجحدون بآيات الله أم لم يكونوا يجحدون؟ يما لما هذه نافية، هو قال وما كانوا بآياتنا يجحدون موصول. اي كيف ترى موصول لسه قدرة والذي ترى أقرن الآية وصلحها ترى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا، كما نسوا هنا الماء شنو قبل ما نجيو، هل هي موصولة؟ كالذي فاليوم ننساهم كالذي نسوا لقاء يومهم. ماذا؟ كما نسوا لقاء يومهم مقارنة. وما كانوا بآياتنا يجحدون برا عادي، إذا الأولى مش واضحة. أي كانوا تتنحى الماء أصلا، تتنحى على كيف هو تنحي كما تحب. مصدرية. ها؟ مصدرية. مصدرية الميم هذه شنية؟ مش مصدرية، مصدرية، مصدرية بالصاد. من؟ يعني تسبك مع ما دخلت عليه بمصدر.
يعني لما قال فاليوم ننساهم كما نسوا، أي فاليوم ننساهم كنسيانهم لقاء يومهم هذا. وطبعا النسيان المقصود به مقتضى النسيان اللي هو الترك، يعني فاليوم ننساهم أي نتركهم، لا نعطيهم لا ماء ولا طعاما مما طلبوه. فاليوم يعني ننساهم أي نتركهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي كما تركوا العمل لهذا اليوم. فاليوم ننساهم كما نسوا أي كنسيانهم لقاء يومهم هذا، واليوم ننساهم كما كجحودهم بآيات الله وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي واليوم ننساهم يعني كجحودهم بآيات الله، يعني هم تركوا العمل يعني للآخرة، وكذلك كفروا وجحدوا بآيات الله التي كانت بينة وظاهرة أمامهم. فالميم هنا ليست لا نافية ولا موصولة، بل هي ماذا؟ مصدرية، تثبت مع ما دخلت عليه بمصدر. فإذا يفهم الإنسان أي ما يعني ذكرت، فبما رحمة من الله لنت له، مصدرية. أيوه زاد، أي مصدري فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبسبب الرحمة التي بعضهم يقول يعني موصوف. طيب نرجع، دخلنا في الحكاية هذه. أيوة، فقال فأول ما دل، يعني هذه ليست مصدرية هي موصولة. فأول أي أول هذين اللفظين الذي دل جزءه على جزء معناه، فأول يعني المركب هو الذي دل جزءه على جزء معناه، بعكس ما تلا، بعكس ما تلا، تلا يعني الثاني، ما هو عكسه؟ هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. وطبعا العكس هنا عرفي وليس عكسا اصطلاحيا، مش يجينا الكلام من بعد على العكس. نعم، هي عادة فبما رحمة من الله، هذا كلش قلت لكم تكون موصوفة كذلك، موصوفة. هاي حكاية أخرى حبيتش نسترسل فيها معنا، فقط للإشارة وأنه الماء يعني تكون على نوع به. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين. شنو اللي على قسمين؟ أنا قال من بعد أعني المفردة، أي هذه مازلنا ما حكيناش فيها. كمل قرنا، والمقصود هنا المفرد وهو قسمان جزئي إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، كزيد، وكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كالأسد. الشركة أو الشريك، كيف صح؟ وهو ستة أقسام، وهو ماذا يعني الكلي؟ خلينا نشوفه. قال لك هو جزئي وكلي. طيب هو تقسيم ماذا هذا؟ تقسيم المفرد، تقسيم ماذا؟ المفرد. يعني اللفظ المفرد يمكن أن يكون معناه جزئيا، ويمكن أن يكون معناه ماذا؟ كليا. إذا منع تصور، أنا علش قلت إني قسمت المعنى، يعني راه ليس تقسيما لللفظ، لما نقول جزئي وكلي ليس تقسيما لللفظ، بل هو تقسيم لمعنى هذا اللفظ. يعني لما نقول مثلا جوال، فهذا جزئي أم كلي؟ كلي. كيف جزئي؟ لأن كلمة جوال تنطبق على هذا وتنطبق على هذا وعلى هذا، يعني تنطبق على أفراد، يعني نفس تصور كلمة جوال لا يمنع الشركة فيه، يمكن أن، لكن لما تقول مثلا جوال الأستاذي ولا هذا الجوال، فهذا شنو؟ هذا مفهومه ماذا؟ جزئي، لأنه يحتمل ماذا؟ فردا واحد. قال وهو على قسمين، أعني المفرد كلي وجزئي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. لما نقول أسد كما قال يعني هنا، فأسد تنطبق على أفراد كثيرة، كلمة أسد يعني هو لفظ مفرد
ومعناه ماذا؟ هل هو جزئي أم كلي؟ كلي. باهي. ولما نقول زيد وأعني شخصا بعينه، فهذا لفظ كذلك مفرد لكن مفهومه ماذا؟ جزئي. مفهومه ماذا؟ جزئي. باهي. طيب ماني مش نقول مثلا الجوال ولا جوال، لا الجوال نتكلم هكا في العموم، وإن كان معرفة مفهومه ماذا؟ كلي. طيب أنا مش نسأل هذا الجوال الذي بين يدي يده، ولا هذا هل هو جزئي أم كلي؟ جزئي. هذه اللي بين يدي يده جزئي. شو رأيكم؟ جزئي ولا كلي؟ جزئي. آه قبل كنت أمثل بالنظارة مشيت على راح تحنا منها. هذه جزئي ولا كلي؟ جزئي. آه هذه له جزئي له كلي، هذه جوال راح، لكن مفهومه في الأذهان معناه مش متحصلوش، مفهومه في الذهن هو الذي يتقسم إلى جزئي أو كلي. رأوا لما نتكلم على هذا الشيء بين يدي، ما قلت لكم رأوا التقسيم الجزء التقسيم إلى جزئي وكلي هو تقسيم المفهوم، عندنا مفهوم جزئي ومفهوم ماذا؟ كلي. لما نقول طباشير عموما هذا مفهومها ماذا؟ كلي. هذه الطباشير التي بين يدي هذه اللي هي جزئي ولا كلي؟ هذه طباشير، واضح ولا؟ مفهومها في أذهاننا إذا قصدت هذه بعينها فهذا مفهوم جزئي، وإذا انطبقت أو يعني على أفراد كثيرة ولم تمنع من الاشتراك فيها فيصير مفهومها ماذا؟ كلي. فهمت الفرق ولا؟ شوفوا ركزوا مليح في الألفاظ. قال والمقصود هنا المفرد وهو قسمان، جزئي إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، واضح ولا؟ فنتكلم على تصور المعنى ما نتكلمش على اللفظ، اللفظ انتهى أمره، قسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب. طيب ما زال الكلام على المركب من بعد في القضايا، نتكلم على اللفظ المفرد. هذا اللفظ المفرد يمكن أن يكون مفهومه أو معناه جزئيا، ويمكن أن يكون مفهومه أو معناه كليا. متى يكون مفهومه جزئيا؟ إذا منع تصوره من وقوع الشركة فيه فهو ماذا؟ جزئي. وإذا لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فهو ماذا؟ كلي. واضح الفرق ولا؟ نعم. الألف شنو هي؟ تنجم تكون العهد الذهني، تكون العهد الخارجي، لكن لحظة يمكن تكون للجنس ويمكن تكون للاستغراق. لما نقول إن الإنسان لربه لكنود، ولا إن الإنسان لفي خسر، هي الألف واللام هذه ليش؟ للاستغراق. يعني المقصود ليس المقصود إنسان معين، وإنما المقصود استغراق كل أفراد الإنسان، بدليل الاستثناء اللي يجي بعد، لأن بعض قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالاستثناء شنو هو في اللغة؟ هو الإخراج من متعدد. الاستثناء شنو؟ المستثنى هو لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها. فلدينا حكم نسب إلى مجموعة أفراد ثم استثنيت بعض الأفراد من ذلك ماذا الحكم، فالكلام على أفراد. فلما نقول إن الإنسان لفي خسر فالمقصود ماذا؟ المقصود هو أفراد الإنسان. نقول الألف واللام هذه للاستغراق. لما نجي نقول مثلا الرجل أقوى من المرأة، واضح ولا؟ مورام في الكتاب مثل مثال آخر، ماني ما نحبش النظر لأني عنصري كشوية يعملوش بينا قضية. فلما نتكلم الرجل أقوى من المرأة، عن أي رجل أتكلم؟ عن مفهوم الرجل، عن جنس الرجل، ما نتكلمش على الأفراد، لأنك إذا نظرت إلى الأفراد فتجد ربما بعض تجد عكس هذا الكلام، واضح ولا؟ ما نتكلمش على الأفراد، نتكلم على الرجل اللي هو حيوان ناطق مذكر مفهومه جنسه يعني الصورة به. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل ألف واللام هذه للجنس ولا للاستغراق؟ للجنس للاستغراق. هذه للعهد الخارجي للذي ذكر قبل قليل. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون
رسولا هنا نكره، فأصافر عونه الرسول أي رسول الذي ذكر قبل قليل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مصباح معرفة ولا نكره؟ نكره. وبعد قال المصباح في زجاجة، فالألف واللام الموجودة في المصباح يعني شنية؟ للتعريف، هي للعهد شنية؟ الخارج يعني الذي ذكر قبل. المصباح في زجاجة، الزجاجة الألف واللام نفس الشيء، واضح ولا؟ فهذه الألف واللام يمكن أن نفهم منها مفهوما جزئيا، لكن أن نطلق الكلام هكذا ونقول يعني كل اسم دخلت عليه الألف واللام فمفهومه جزئي، لا، يمكن أن يكون جزئيا ويمكن أن يكون ماذا؟ كلية. فالقضية ليست قضية أداة، القضية قضية ماذا؟ مفهوم. هذا اللفظ الذي استعملته في ذلك المقام هل يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه أم لا؟ واضح المسألة ولا؟ ما دي راسك وجع فيك زي زي ليه؟ طيب استخلنا في الحكاية هذه. قال أيوة جزئي، إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد، وكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كالأسد. ريت الأسد ولا هي معرفة؟ يقول لك إن ذكره في الكل، ليس لدينا أسد معين يعني نتكلم عليه، واضح ولا؟ نتكلم على الأسد اللي هو حيوان زائر. حيوان شنو؟ زائر. إيش معنى زائر؟ يزأر، مش يزور. خطر زائر اسم فاعل يزأر وزار. طيب أي بعد إيش قال؟ وهو ستة أقسام. مش كونه هذا؟ هو الكلي. نعم. وهو ستة أقسام، كلي لم يوجد من أفراده فرد، وكلي وجد منها فرد، وكلي وجد منها فرد. وجد منها فرد. نعم. وكلي وجد منها أفراد، وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان. الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد، إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين، أو مع جواز الوجود كبحر من زئبق. والثاني وهو الذي وجد من أفراده فرد، إما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق، أو مع جواز التعدد كشمس. أي إحنا عنا خطأ هنا مطبعي، معلش النسخة اللي موجودة عندي وهو الذي لم يوجد من أفراده. أنت مكتوب عندك وجد ولا؟ وهذاك الصحيح. النسخة اللي عندك شفاها سيدي؟ وجد. أي ما وجد الخطأ فقط في نسختي. أي أي في الثاني كمل تمن نقرأهم كل. والثالث وهو ما وجد منه أفراد، إما مع التناهي كالإنسان، أو مع عدم التناهي كنعيم أهل الجنة أو كمال الله تعالى. طيب قالك هذا الكلي أو هذا المفهوم الكلي لللفظ المفرد ستة أقسام، كيف هذه الستة؟ قال هذا المفهوم الكلي إما أن لا أن يكون هذا المفهوم موجود في الذهن، لكن في الخارج ليس لديه أي فرد من الأفراد، واضح ولا؟ كلي وليس هناك مفهوم كلي وليس هناك أفراد، يعني ليس له أفراد في الخارج، أو يكون له فرد واحد، أو يكون له أكثر من فرد. قديش هذوم؟ ثلاثة ولا؟ وكل من هذه الثلاثة إما أن يعني أن يكون مع الاستحالة أو مع الجواز. بمعنى قال وهو ستة أقسام، كلي لم يوجد من أفراده أي من أفراده فرد. تقول قائل كيفاش؟ هاو بالمثال يتضح المقال. وكلي وجد منها فرد وكلي وجد منها أفراد. به الأول هو الذي لم يوجد أي فرد من أفراده مع استحالة الوجود كاجتماع ضدين. كاجتماع شنو؟ الضدين. اجتماع الضدين هذا مفهوم كلي، وهي قضية نتصورها في أذهاننا، لكن هل يوجد أي فرد من أفرادها في الخارج؟ يوجد من فرد. كيفاش؟ يوجد. أعطيني فرد يعني في اجتماع ضدين. الاجتماع. يعني اجتماع النقيضين أو ضدين كما قلنا. يعني قضية اجتماع ضدين هذه فكرة لها مفهوم في الأذهان وإلا لا؟ مثلا اجتماع ضدين قيام زيد وقعوده.
في المعضلة التونسية اللي كأقعد واقف. أما أقعد التونسية بمعنى استمر على الوقوف به. فزيد قائم هذه قضية، وزيد ليس بقائم هذه نقيضها أو ضدها به. فهل يمكن أن يجتمع النقيضان؟ وطبعا لما نتكلم على قضية اجتماع النقيضين يعني مع مراعاة الوحدات الثمانية التي ستأتينا بعد، يعني في نفس المكان وفي نفس الزمان وبالقوة والفعل إلى آخره، والإضافة هذه الوحدات الثمانية. ما نجيش نقولها قائم في بيته وقاعد في المدرسة، لا، تكلم على وقت واحد ومكان واحد يعني وكيفية واحدة اللي هي بالقوة أو بالفعل إلى آخره. لا. ثم اسمها رضولي من تلمتك شكون جي على الكروسة يمكن لازم يتحلم باب المغادي. خطرك الباب الاخر فيه السوق. هي رضولي حطت معرفش عايزة تشوف ده مش تبعتنا. عليكم السلام. ما نقولنا اجتماع الضدين، كون زيد قائم وليس بقائم، هذه اسمه ماذا؟ اجتماع الضدين. إيه هذه الفكرة أو يعني هذا الأمر له مفهوم ولا لا؟ اجتماع الضدين. عليكم السلام. طب. أتيجة خمسة. أيوة. مزلنا مزلنا مزلنا. ها هو سي الأستاذ بتاعكم ترى. أشوف. بيه. فقضية اجتماع الضدين يا مشايخ ركزوا طول. قضية اجتماع الفكر، اجتماع الضدين اللي هو ريتو تركيب إضافي، اجتماع ماذا؟ الضدين. هذا مفهوم موجود في الذهن ولا هل له أفراد في الخارج؟ نعم. وهل يمكن أن يكون له أي فرد في الخارج؟ نعم. فأفراده غير موجودة باعتبار الواقع، وكذلك يستحيل أن يوجد أي فرد من أفرادها. من أفراد ماذا؟ من أفراد فكرة أو مفهوم اجتماع ماذا؟ الضدين. عندي مسألة أخرى، قال بحر من زئبق. الزئبق اللي هي مادة يعني ربما يعني نادرا ما توجد وليست يعني كثيرة، فمفهوم بحر من الزئبق يعني هل له أي فرد في الخارج؟ هل يوجد في مكان من الأمكنة بحر من الزئبق؟ لا يوجد. هل يستحيل ذلك؟ لا يستحيل. يمكن أن يوجد بحر من زئبق، يعني العقل لا يمنع من أن يوجد فرد من أفراد فكرة بحر من الزئبق. واضح ولا؟ يعني هذا المفهوم لا يتعارض مع أدوات العقل، لكنه عمليا وفعليا الآن لا يوجد أي فرد من أفراد. فكلا المفهومين يعني هو مفهوم كلي، لكن يعني الأصل أن ينطبق على أفراد ماذا؟ كثيرة، ليس مفهوما يعني جزئيا. لكن هل يوجد فرد من أفرادهما في الخارج؟ لا يوجد. بالنسبة لمفهوم اجتماع الضدين هذا لا يوجد ويستحيل أن يوجد، وبالنسبة لبحر من الزئبق نعم هو لا يوجد لكن يمكن أن يوجد. واضح المسألة ولا؟ فما لها يعني هذان القسمان الأولان من الكلي، فما لدينا الكلي قال على ستة أقسام. القسم الأول هو كلي لا يوجد أي فرد من أفراده في الخارج. هذا الكلي يمكن أن لا يوجد أي فرد من أفراده إما مع الاستحالة أو مع ماذا؟ أو مع الجواز. اللي من بعد إيش قال؟ قال والثاني أي المفهوم الكلي الثاني شنو قال؟ هو وجد منها ماذا؟ فرد واحد. والثاني وهو الذي يوجد أو وجد من أفراده فرد. من بعد إيش قال؟ إما مع استحالة التعدد أو مع جواز التعدد. بمعنى مفهوم كلي لكنه فرد واحد ولا يوجد غيره. إيه وجود هالغير هذا إما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون ماذا؟ جائز. القسم الأول مع استحالة التعدد قال كالمعبود بحق. ففكرة الإله أو المعبود بحق هذا مفهوم ماذا؟ كلي. به لكن كم يوجد له من أفراد في الخارج؟ فرد واحد. إيه هل يمكن أن يوجد فرد ثاني؟
لا مستحيل. لعلاش هذايا تدرسوه ربما بالتفصيل في علم العقائد، لانه المعنى الالهي يتعارض مع معنى ماذا؟ التعدد. يعني اذا تعدد فلا يمكن ان يكون ماذا اله، وهو في الحقيقه يعني التعدد الالهي يصل بنا الى اجتماع النقيضين. تعدد الاله يصل بنا الى شنو؟ اجتماع النقيضين. هذا اللي يسميه العلماء دليل الخلف ولا دليل التناقض. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هل أي هذه يعني تثبت أن التعدد مرفوض أم لا؟ نعم. أي شنو الدليل في الآية هذه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. كيف اقتضت هذه الآية منع التعدد؟ تعدد الآلهة فسألي حتى بالدارجة. بالدارجة شنو نقول نظير هذه الآية؟ أحسنت. أيوة. السفينة اللي سقوها زوز شنية تغرق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني لو كان هناك آلهة غير الله، لو تعددت الآلهة لفسدت السماوات والأرض. وما دام السماوات والأرض لم تفسدا فهذا إن دل فهو يدل على أن الإله واحد. طيب لقائل أن يقول فساد السماوات والأرض المترتب على تعدد الآلهة ليس ضروريا، يمكن أن تتعدد الآلهة ولا تفسد. يعني طبعا الفساد هنا سيكون تبعا للتنازع الذي سيقع بين الآلهتين، لكن هاو طيارة يسوقوها زوج مش يبدو اثنين وبعضهم ويأخذ وجبات يعني مختلفة؟ أي يكون هناك إلهان ويتفقان، يقول يا أخي أنت يحكم في الليل ولا نحكم في النهار، كل واحد يدين السماوات ما يدين له مثلا إلى غير ذلك، وإلا اللي يقول يعطي قرار قبل الأخر ما يعارضوش. يمكن يعني هو الاختلاف وارد لكن الاتفاق كذلك وارد. فكيف يعني نجزم أن الإله عقلا لا يمكن أن يكون متعددا؟ قال بدليل ماذا؟ بدليل التناقض، ولا نسميه دليل الخلف. يمكن يتفقوا، يبدو الاثنين يبدو الاثنين لكن يتفقوا. هو احنا لما نقول سفينة يسوقوها اثنين تغرق، علاش؟ تبعا للنزاع الوارد الذي سيقع بينهما، لكن يمكن ان يتفقا عقلا. شوف القضية في الخارج يمكنك الاحتجاج بها، لكن عقلا يمكنني أن لا أذعن. قل لك لا، يكونوا الاثنين وعندهم نفس الصلاحية والاثنين قواد، مش واحد يعني تبع للثاني، والاختلاف وارد، الاتفاق كذلك وارد، جائز عقلا وإن كان غير جائز يعني في الخارج وفي الواقع. مهما كان لابد مش تكون نزعة السيطرة موجودة يعني لدى أحدهم. ما المراد بالإله؟ الإله هو عبارة عن يعني لابد له من وصفين أساسيين، إذا لم يكون معه فلا يسمى إله. الإله لابد أن تكون له إرادة مطلقة وقدرة مطلقة. يعني لو قيدت إرادة هذه الجهة تقول لا يمكنك أن تريد هذا ولا تريد ذاك، فلم يعد هذا إله. واضح ولا؟ وكذلك قدرة مطلقة، إذا أراد شيئا فيحدث لإرادته وجود متى شاء. فلو فرضنا أن هناك الإله الأول والإله الثاني، فهل يمكن أن يريد الأول نقيض ما يريده الثاني أم لا؟ يمكن. شفت هو قال لي معناها الاختلاف وارد مو الاتفاق وارد، نقول له خلينا من الوارد. يمكن أن يريد الأول نقيض ما يريد الثاني، وطبعا الإله له إرادة مطلقة، ويتبع ذلك أنه يمكن أن يقع من الأول ويقع من الثاني نقيض الأول، وبالتالي النتيجة شنية؟ إمكانية اجتماع النقيضين. يعني إذا أذعن أحدهم لفكرة أنه يمكن أن يكون هناك إله غير الله، يترتب على ذلك أنه يمكن أن يجتمع النقيضان. واجتماع النقيضان هل هو ممكن؟ فما وصلنا إلى إمكانية اجتماع النقيضين بسبب افتراض أن هناك آلهة غير الله، وما بني على باطل فهو ماذا؟ باطل. فهو باطل.
لأنه أوصلنا إلى إمكانية اجتماع النقيضين، فيفهم من ذلك أنه تعدد الآلي هذا مرفوض عقلا بقطع النظر عن ماذا، عن الخارج. بيه استخلنا عن الحكاية هذه. فلما نتكلم على الآلهة غير الله كفكرة في الذهن يمكن أن تكون موجودة، لكن في الخارج لا يمكن أن تكون موجودة. فهذا المثال الثاني قال هو مفهوم كلي، يعني لما نقول مفهوم كلي يعني يمكن أن تكون له أفراد كثيرة، لكن في الخارج يكون له فرد واحد، إما مع الاستحالة كما قال هنا كالمعبود بحق، أو مع جواز التعدد كالشمس. الشمس هي مفهوم ماذا؟ كلي. لكن كم عدد أفراده في الخارج؟ فرد واحد. إيه؟ هل يمكن أن يوجد فرد ثاني؟ هل عقلا يمكن؟ ما المانع من أن تكون هناك شمس ماذا؟ ثانية. فالعقل لا يمنع ذلك، لكن باعتبار الواقع فذاك فيه استحالة التعدد، وهذا فيه جواز التعدد. النوع الثالث اللي هو كذلك ينقسم إلى قسمين، قال هو مفهوم كلي ووجد منها وجد منه أفراد، يعني ليس هناك فرد واحد بل أكثر من فرد. به هذا المفهوم الكلي الذي له أفراد كثيرة في الخارج، فإما أن تكون أفراده مع التناهي أو مع عدم التناهي. الإنسان هذا مفهوم كلي ينطبق على أو هو مقول على كثيرين، إيه عددهم من هو متناهي أم غير متناهي؟ متناهي طبعا، ويحصيهم الله تبارك وتعالى. به ويمكن أن يكون هناك مفهوم كلي له أفراد كثيرة لكن أفراده ماذا؟ غير متناهية، كما قال هنا كنعيم أهل الجنة أو كمال الله تعالى. واضح المسألة ولا؟ فما لعلنا المفهوم الكلي ستة أقسام، إما أن يكون يعني له فرد واحد أو أكثر من فرد أو لا يكون له أي فرد، وكل منها إما يعني كل منها على قسمين، إما مع الاستحالة أو مع الجواز. نحكيه على اللفظ المفرد الذي معناه كلي، فهمت ولا؟ فما فرق؟ نعيم أهل الجنة مش مفرد. نعيم أهل الجنة مفرد، لفظ مفرد. نعيم الجنة تيهي نعيم الجنة. لما تتكلم أنت على نعيم أهل الجنة وأنا نعيم الجنة، هذا اللفظ هل يدل جزء لفظه على جزء معناه؟ يعني أنت لما تقول نعيم أهل الجنة مثلا تأخذ من أفراده مثلا متعة الأكل مثلا، ما يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا، فمن نعيم الجنة مثلا الأكل ولا، فأنت مش لما تطلق، فهل كلمة نعيم تنطبق على معنى معين من هذا الأكل، وأهل تنطبق على معنى معين، والجنة تنطبق على معنى معين؟ لا، فجزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. فبهذا الاعتبار هو مركب إضافي ما شفنا، يعني هو باختصار المفهوم اللفظ المركب هو اللي مش يكون مركب إسنادي، فيه يعني محكوم عليه وفيه محكوم به وفيه حكم، واضح ولا؟ أما هنا لما تقول نعيم وأهل الجنة ما عندكش أنت يعني موضوع ومحمول، فهمت أنا؟ ما عندكش مبتدا وخبر، عندك مركب إضافي، والمركب الإضافي عند المناطق مفرد، واضح ولا؟ فما لا عندي اللفظ المفرد يمكن أن يكون مفهومه جزئيا ويمكن أن يكون مفهومه كليا، وإذا كان مفهومه كليا فهو على ستة أقسام. به أي فائدة توه يظهر للدي يوجع شوية راسك أي اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة ووصف المعنى به مجاز، والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة ووصف اللفظ به مجاز. فهمتها هذه؟ فهمتها ولا سهل؟ يعني هنا لما هو ربما تبع للاستفهام كذا، قال لما نقسم إلى مفرد ومركب، راه هذا التقسيم لللفظ،
تقسيم ماذا؟ يعني اللفظ ما نجيش نقول هذا لفظ جزئي وهذا لفظ كلي، وإن كان ذلك سائر لكن ما يكونش من باب الحقيقة من باب المجاز. التقسيم إلى مفرد ومركب هذا تقسيم اللفظ، والتقسيم إلى جزئي وكلي هذا تقسيم المفهوم أو المعنى. وإن كان يجوز عكس ذلك، يمكن أن أقول هذا لفظ كلي وهذا لفظ جزئي، لكن هل هو من باب الحقيقة أو المجاز؟ المجاز. يمكنني أن أقول هذا هذا مفهوم مفرد وهذا مفهوم مركب، هذا جائز، لكن هل هو من باب الحقيقة أو المجاز؟ المجاز. فهمت الفرق ولا؟ فالتقسيم إلى مفرد ومركب هذا تقسيم اللفظ، الألفاظ فيها المفرد وفيها ماذا؟ المركب. والتقسيم إلى كلي وجزئي هذا تقسيم المعنى أو المفهوم. اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة، ووصف المعنى بهما مجاز. وصف المعنى بكون هذا معنى مفرد ومركب هذا شنو؟ يعني غير الحقيقة. والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة، يعني المعنى عندنا معنى جزئي ومعنى كلي. وهل اللفظ يقسم إلى كلي وجزئي؟ نعم، ولكن من باب ماذا؟ المجاز. واضح الفائدة ولا؟ فإن قلت كان الأولى للمصنف أن للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه، والجزء مقدم على الكل طبعا. طيب قبل الجواب شوف، هو قال لك المصنف بداش قال ايش قال في البيت؟ قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. وأول ما بدأ بال يعني بالمركب في الذكر، وبدأ كذلك بالمركب في التعريف. واضح ولا؟ قال لك يا أخي المفرد هو جزء ماذا؟ المركب. الأصل أن تبدأ بالجزء قبل الكل، لأن فهم الكل موقوف على فهم ماذا؟ الجزء. فلماذا عكس الترتيب؟ لماذا عكس ماذا هذا الترتيب الطبيعي؟ هذا هو السؤال. حسب رأيك شنو الجواب؟ حسب يقول من غير ما تكحل على الجواب الموجود في الكتاب. تو سؤال في موضعي ولا؟ هاي المناطق تهتم بالمفرد. المناطق شبيهم؟ اهتمامها بالمفرد. يا يهتم بالمفرد وبالمركب الاثنين. هاي هذا الجواب سهل وسهل. هو معنى أنه الكلي أو المركب معناه ثبوتي، إيه، والجزئي معناه غير ثبوتي، عدم مرتبط بهذا الثبوتي المذكور أساسا. هذا الأمر يقع في بعض الأمور، بعض الأمور يكون فهمها متوقف على الآخر لا باعتبار الكلية والجزئية. أقرأ لنا الجواب. الجواب أن معنى والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة. لا يمشي على روح وذاك. فالجواب فالجواب أن معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي، والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك، وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي على الجزئي. تقديمه الكلي على الجزئية. على الجزئي. شوف ما أعطيني ما هو تعريف المفرد حسب ما رأينا. خليكم تقولوا الجواب. ما هو تعريف المفرد؟ شنو قال؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه. التعريف هذا بالإثبات ولا بالنفي؟ بالنفي. وتعريف المركب ما دل جزءه على جزء معناه. فعندي قضية صحيح أنه فهم الكل موقوف على فهم الجزء، لكن فيما قضية أخرى وأنه الإثبات يعني فهم النفي موقوف على فهم الإثبات. يعني لما نجي نقول مثلا فلانا شجاع، وفما جملة ثانية فلان ليس شجاعا، فشجاع هذه معنى ثبوتي ولا؟ وليس شجاعا معنى شنو؟ نفي. فأنت إذا مش فاهم شجاع اللي هي إثبات، ما معنى شجاع؟
فمن باب أولى أنك لن تفهم قوله ليس شجاعا. الإثبات أشرف من النفي، يعني هو في الفهم مقدم عليه. أنت تفهم الفكرة أولا ثم تفهم بعد ذلك نفيها، يعني فهم نفيها موقف على فهم إثباتها. نظير هذا مثلا، أعطيني تعريف خبر الواحد في علم المصطلح، ما عملنا دورة في الأخوة الفكر، شنو تعريف خبر الواحد؟ ما ليس متواتر، شفت ولا؟ تعريف خبر الواحد، مش الخبر الواحد، خبر الواحد اللي هو مصطلح به أو جمعه أحد، نقول هو ما روي على غير صيغة المتواتر. فلهذا نجد دائما العلماء يقدمون المتواتر، يعرفونه ويذكرون يعني قيوده وفصوله، ثم يأتي بعد ذلك تعريف ماذا؟ الأحد. المتواتر هو ما ترويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحس. هذا هو اللي ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله. فهناك شروط معتبرة أثبتت، فهذه الشروط إذا تهيأت فيسمى الخبر ماذا؟ متواتر. إذا فقدت هذه الشروط أو فقد أحدها، نتكلم على قضية النفي هنا أو كما سماه هنا يعني العدم، فبعد ذلك إذا فقد أحد هذه الشروط فالخبر ماذا؟ أحد. ففهم الآحاد موقوف على فهم ماذا؟ المتواتر. علاش؟ لأن معنى المتواتر ثبوتي ومعنى الآحاد عدمي. فما لا هنا يعني تبرز لنا فكرة أخرى. نعم، فهم الكل موقوف على فهم الجزء، لكن هناك كذلك أمر آخر، وهو أن فهم النفي أو العدم موقوف على فهم ماذا؟ الإثبات. واضح المسألة ولا؟ إنما في الشعر يقولوا محمد رحمة الله تعالى يا أخي، فرحة لم يعرف تعالى. أي هذاك علاش الجنة ما فيهاش نوم؟ علاش ما فيهاش نوم الجنة؟ فرصة كتبه في الدنيا سي مجدي يرخو، لا فما نوم لا في الجنة لا في النار يا حفظ. علاش؟ لأن النوم هو سببه ماذا؟ التعب. فالجنة ليس فيها تعب. هاي. بل الجنة ما هو تعب. ما فيهاش راحة هذيك. هذيك علاش ما فيهاش نوم؟ هذيك اللي ما فيهاش تعب وهذيك ما فيهاش راحة. اللي فيه ما يردوش. نعم. وبأفضلها تفهم الأشياء. هاي ما هو قولة المتنبي إن شاء الله. يعني وارد الأمر هذا. طيب. هذه تولى بنمشيو لدرس نحو. وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية، لأن شوف يجاب عن حرف جر وما بعدها مجرور. نجيو لتقديمه، تقديم هذا مصدر يعمل عمل فعله، فعنده المضاف إليه هو الضمير هنا. واضح ولا؟ المضاف إليه طبعا هو في محل جر لأنه من المبنيات. فعن تقديمه شو نقوله؟ تقديم مصدر مضاف يعمل عمل فعله، والهاء الضمير هو مضاف إليه في محل جر، يعني باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى هو فاعل. والكلية هو مفعول به للتقديم، يعني كأنه قال وبهذا يجاب عن أن المصنف قدم الكلية. فكلها هذيك تقديمه لها على شكون ترجع؟ ما يترجع على الإمام الأخضري. فقدم الأخضري الكلية، فالكلية مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة، وهو مفعول به لتقديم. أعجبني، ركز معي مليح، أعجبني ضرب زيد عمرا. هاي هذه أسهل. أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجب فعل وني شنية؟ فاعل مفعول به، الضرب هو الفاعل. ضربوا عجب، هذه مش هكذا كالشارع عملوا الضحف وكاللجنة بتاع تحكيم ذكرها القصة. أعجبني زيد ولا أعجبني كلامك، فكلامك فاعل والضمير الواحد متكلم مفعول به. خلينا حكاية أخرى، هذه مسألة تجبد مسألة. فلما تقول أعجبني هذا فعل ومفعول به،
وضرب زيد عمرا هذايا فاعل. نجيو ضرب شو نقولوا؟ هذايا مصدر مضاف وهو فاعل اعجب به. وزيد شنو اعرابه؟ اعجبني ضرب زيد. زيد هو مضاف اليه لفظا وهو مجرور بكسره ظاهره وهو في محل رفع على انه فاعل ضرب. يعني التقدير كانك قلت اعجبني ان ضرب زيد عمرا به فاعجبني ضرب زيد. فزيد يعني هو مجرور لفظا وعلامة جره كسرة وهو في محل رفع على أنه فاعل ضرب. وعمرا هو مفعول به لضربه. نفس الكلام هنا واضح ولا؟ فالكلية هو مفعول به لتقديم. واضح ولا؟ أنت مش تحكي على الأعراب. عملها جوج ما يلي ها نفس الشيء. يعني هنا شوف هو قدم المركب على المفرد ولا في باب تقسيم اللفظ ولا. وثم لما تكلم عن المفرد قال هذا المفرد اما ان يكون مفهومه كليا او لماذا بدا بالكلي قبل ماذا؟ وبهذا يجاب عن تقديمه لا لا بالعكس الكل تقديمه الكلية على الجزئي. لما ترجع للشعر اش تلقاه؟ قال وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي. فماذا قدم هنا؟ قدم الكلية على الجزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي يعني في اللف والنشر يعني في الذكر بدأ بالكلية قبل الجزئية. ثم لما شرح أو عرف هذا الكلية عرف المسميات فبدأ بالكلية وعكسه الجزئي ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ الجزئية. نفس الفكرة واضح ولا؟ هذا خطأ مطبعي عندكم هذا تصلحوا. وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية على الجزئية. مش مكتوب عندك نفس الخطأ نسخ كثيرة. أما إحنا رأنا القضية هذه ما عادش نعتبدوها. هذه الكلام ده على الابتدائي يقول لك مكتوبة كيف في الكتاب. إحنا ما يهمناش فيه لأنه هو ليس الإمام الأخضري هو الذي كتب أو الشيخ الدمنهوري هو الذي كتب. هو إنسان رقنا يعني ويعتري الخطأ وإن كان المصنف يمكن أن يعتريه الخطأ يعني في الرقم. وبهذا يجاب إن ورد. يعني شوف السائل أو المعترض اعترض اعتراضا أولا ويمكن أن يعترض اعتراضا ثانيا. الاعتراض الأول لماذا تقدمون المركب على المفرد؟ والاعتراض الثاني لماذا تقدمون الكلية على الجزئي؟ لأن فهم الكلي موقوف على فهم الجزئي. طبعا لما نتكلم على المفرد والمركب نتكلم على الألفاظ ولما نتكلم على الكل والجزء نتكلم على المعاني. فالاحتمال وارد في الاثنين. فالجواب نفسه وأنه قضية الثبوتية يقدم على ماذا؟ على العدمية. واضح المسألة؟ أي؟ وقوله على جزء معناه بتحريك الزاي بالضم. لا هذا هنا حركه على جزئي. على جزئي معناه بتحريك الزاي بالضم كما قرأ به شعبة من رواية عاصم. ايوه ثم قال يعني مش عندنا آية راهو فيها جزء معناه راهو يتكلم على لفظ جزء وارد في القرآن. نعم فقرئ بسكون الزاي وقرئ كذلك بضمها تحريكها بالضم. نعم ثم قال وأولا للذات إن فيها درج فانسبه أو لعارض إذا خرج. الكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص. وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. طيب هذه خليه الجمعة الجاية إن شاء الله. قديش هي الحصة الثانية؟ كملت الساعة توا باقي. طيب من بعد ما ذكر قضية الجزئي والكلي موريتو قال مفهوم كلي ومفهوم جزئي ولا
فما مفهوم كلي ذاتي وفما الكلي ماذا العرضي. هذه تقسيم ماشي تقسيم للمفهوم شنو المفهوم الكلي. هذا مش يترتب عليه بعد ذلك يعني اختلاف انواع التعريفات. شوفوا بعد شوفهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. عندي منهم ممتاز اسمه